أعلن وزير التربية والتعليم العالي انطلاق العام الدراسي تدريجيا وحضوريا في بداية شهر أيلول مخاوف عدة تراود أهالي الطلاب جراء التكاليف المرتفعة للعودة بدءا من الأقساط إلى أسعار الكتب والقرطاسية وصولا إلى كلفة النقل المدرسي التي على ما يبدو ستكلف الأهالي ميزانية ضخمة خصوصا بعد رفع الدعم الكلي عن المحروقات. والمخاوف هذه تنسحب على سائقي الباصات أيضا العاجزين عن تحديد تكلفة النقل المناسبة. بالنسبة لهالسنة عم بقولوا انه على الطالب 500,000. انا بالنسبة برمي للاهالي، على الاهالي عملت برمي بالنسبة للطلاب اللي كنت اخذهم مستحيل مش قادرين يدفعوا، لانه قلت لهم عن المزيوت غالي كتير وقد ايه تنكة المزيوت عم تنجيبوا بالسوق السوداء وبهالامور هي. فيعني لازم الدولة تلاقي حل. اذا البي بيقبض 1,200,000 1,500,000 وعنده اربع اولاد على 400,000 بده يحط 1,600,000، وهون كيف بده يغطي امور البيت الباقية مع كل هذا الغلاء؟ الدولة لازم تعمل شيء هون، لازم مثلا تسعى أو تأمن المازوت. نحن مش مضطرين نأمنه في السوداء أو مثلا ندور نقعد 5-6 ساعات على محطة لنأمن تانكة مازوت، أو تلاقي حل تاني إنه بالنسبة للأسعار تجيب مازوت مدعوم، تلاقينا حل بهذا الموضوع. أنا عندي 6 أولاد بس ما فيني أبعتهم بالباص، فنتمنى من الدولة إنه هي تتعاون معنا كرمال نتعاون نحن مع الأهل ونخفف عبء. ترف اختيار المدرسة ولا سيما لسكان القرى والبلدات النائية انتهى، فالعديد من أهالي الطلاب يلجؤون إلى تسجيل أولادهم في مدارس ضمن نطاق سكنهم. نحن طبعا مع التعلم الحضوري في ظل انهيار جميع القطاعات بلبنان ما عنا كأهل حل آخر، ولكن التكاليف المضخمة اللي عم توضع على كاهل الأهل من أغلبية المدارس بدون الرجوع لجان الأهل وموافقة لجان الأهل حتأدي إلى كارثة، خاصة موضوع القرطاسية والزي المدرسي والكتب. أما بدلات النقل اللي عم تجي كارثية على الأهل وزيادات الأقساط الغير قانونية حتشكل خطر على استمرار هذه المدارس. عم نلجأ لأساليب نحن نلاقي حلول لنفسنا، وهيدا شيء ما بيصير بأي بلد بالعالم. يعني نحن في أهالي بلشت عم تتواصل مع بعضها بنفس الأحياء لتشوف كيف بدها توصل أولادها، في أهل عم تبدل كتب مع بعضها، الأهل عم يسحب أولادهم، نفسيات الأولاد عم تتعب، ما عم ينتبهوا كيف عم يضطروا الأهل يسحبوا أولادهم من المدرسة اللي ربي فيها وعاش فيها، عم يسحبوه على مدرسة أقرب لبيتهم بس لأنه دولتنا مش موجودة. يعني نحن عن جد بكارثة كأهل. فهل تنجح هذه المبادرات الفردية في ظل عجز الدولة عن تأمين أدنى مقومات التعليم لأبنائها بفعل أزمات متراكمة تسبب بها السياسيون؟ أم سيدخل الطلاب في سنة دراسية ثالثة بلا تعلم؟ فينوس فرحات، قناة الجديد.